وسهلا فيكم أصدقائي وأحبابي بحلقة جديدة من فقرتكم وفقرتنا. يلا نشتغل مع سنين. شغلتنا اليوم بزورها وبيستخدمها 50% حول العالم. أكيد عرفتوا شو هي نظارات العيون. رح نتعرف كيف بتنصنع وكيف بتستخدم وكمان نصائح. وهلأ كالعادة خلونا نتعرف على طبيعة هذا الشغل وكمان كيف بتنصنع النظارات. شو بتستنوا؟ يلا معانا. صار وقت نتعرف على عمو. مرحبا. مرحبتين يا هلا. كيفك؟ تمام. عمو عرفنا عن حالك أكثر. أنا فحص البصر عزيز ماجد. عمو تشرفت بمعرفتك. طب عمو عرفنا عن طبيعة شغلك أكثر. عمو احنا وظيفة شغلنا طبيعته إنه فحص بصر زائد تجهيز نظارات طبية بالإضافة إلى نظارات شمسية. طب عمو إذا حد من أصدقائي حابب إنه يزوركم بالعيادة، وين موقعها أو مكانها؟ احنا بصريات المروة، مرج الحمام، دوار الاتصالات مقابل دراغمة. تحكي لي وين وايش هي او ايش هي المراحل اللي انت بتمروا فيها؟ عمو احنا مراحل شغلنا بدايه اول شيء بنبلش بفحص البصر، بنعاين الحاله، بنشوف شو القياسات الموجوده وشو العدسات المطلوبه، بعدين من ثم بنكمل انه المريض بنقل بيختار الاطار والعدسات اللي بتناسبه وبتناسب الوضع اللي هو عنده. شكرا عمو كثير وتشرفت بمعرفتك. عمو صح هلا بيكون انتهى الفحص؟ اكيد لا عمو، احنا عباره عن اخذنا بس قراءه كمبيوتر وهلا بنتاكد منه يدوي. احنا شغلنا بالفحص على اليدوي اكثر من الكمبيوتر. اوكي اذا هيك خلينا نكمل الفحص. عمو انتهى الفحص. اكيد عمو، وتبين انه طلع عنده نص درجه ضعف في كل عين، وهذا لعمرها بيكون شيء طبيعي لانه قرنيه العين لسه مش مكتمله. هلا التزام سلمى بالنظاره هذا بيساعدها إلها مش بيساعدنا احنا، لانه بيساعد على عمليه الشفاء عندها، لانه لحد 18 سنه قرنيه العين ما بتكون مكتمله، بيكون في تفاعل من النظاره للعين. بعد هيك بصير وظيفه النظاره تحافظ على النظر، فهي لازم تشتغل الفتره هاي بالنظاره لان شاء الله انها تخلص من النظاره على كبر. اوكي عمو هلا ايش رح نعمل؟ هلا رح نطلع لبرا نشوف لها إطار وعدسات يتناسبوا معها ويتناسبوا بعمرها ويساعدوها على العلاج إن شاء الله. أوكي يلا يلا نطلع نشوف. أصدقائي هلأ صار وقت نتعرف على عمو. مرحبا عمو. أهلين يا عمو. كيفك؟ تمام الحمد لله. عمو عرفنا عن حالك أكتر. أنا اسمي محمد، المسؤول على المعرض. أنا اللي بساعدك كيف تختاري النظارة بعد ما تنهي مرحلة الفحص وتختاري نوع العدسات المناسب لعيونك. يعني عمو هم هلأ مجرد انهم ينهوا مرحلة الفحص بيجوا هون مشان ينقوا العدسات ويكون في لهم نوعيات معينة واحجام معينة، احنا بنساعدك فيها حتى نوصلك لمرحلة تختار النظارة اللي تلبسيها على طول وانت مرتاحة. شكرا عمو عن جد انا كتير تشرفت بمعرفتك. دكتور هلا بعد ما خلصنا وفصلنا النظارة شو حابب تعطينا النصائح؟ هلا تاني بدي أعطيكم نصائح. هلا كل شخص لازم يكون في مسافة بينه وبين التلفزيون والسمارت فون واللابتوب حتى ما يأذي عيونه، زائد اللي بيلبس نظارة للستايل فقط لازم يراجع مركز بصريات حتى ينصحه بنوع العدسة اللي هي مناسبة له، واللي بيلبس نظارة لازم يلتزم فيها ويحافظ عليها ما يلبسها فترة ويشلحها فترة،
واللي بده يفصل نظارة لازم يراجع مركز بصريات حتى يعطيه النصائح إيش العدسات والإطار المناسب لإله. دكتور هيك بتكون خلصت كل النصائح؟ أكيد إن شاء الله ولازم يلتزموا فيها. أكيد هلأ أصدقائي نحب كتير أذكركم بالنصائح. أول إشي إنه نبعد عن الأجهزة مثل السمارت فون والآيباد واللابتوب، كل إشي فيه أشياء عشان نحمي نظرنا. وكمان أكيد إنه إذا إحنا بنحب نلبس نظارات بس للستايل، نروح على مكان مخصص مشان يعطينا نوع العدسة اللي إحنا يعني نحتاجها. ثالث نصيحة بأكد لكم عليها من بعد ما حكاها الدكتور، إنه اللي بيلبس نظارة يضل يعني يحافظ عليها، وكمان يضل يلتزم بالفحص الدوري. وهيك صار لازم تخلص شغلة اليوم لأنه انتهى الوقت. وعن جد بسعدني كتير تواصلكم معي على مواقع السوشيال ميديا ودعمكم إلي، وكمان أكيد بسعدني إنكم تكونوا استفدتوا عن جد من فقرة اليوم. يلا باي.